بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأسلى صلوات الله وسلامه على النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نأتيه من قول وعمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم آمين آمين. وبعد، فإن شاء الله جل وعلا نبدأ في ما وقفنا عنده في سورة آل عمران، ووقف بنا الحديث عند قول الله جل وعلا في وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. طبعا الآيات ما زالت تتحدث كما قلنا قبل ذلك تتحدث عن أهل الكتاب، وأكثر ما تتحدث هنا عن اليهود ولا عن النصارى. هنا أكثر ما تتحدث لا عن اليهود. المقدمة الطويلة كلها كانت عن النصارى، البقرة كلها الحديث فيها أكثر ما كان عن اليهود، هذه السورة أكثر الحديث فيها عن النصارى. لكن المرحلة الماضية، الآيات الماضية، كان الحديث فيها يختص أكثر ما يختص عن اليهود الذين عاصروا النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هناك قراءة تقول وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، أي الخطاب لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، مثل قول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. وإن كان الأحرى والأجر أن يكون القول هنا وما يفعل من خير، أي من أهل الكتاب الذين آمنوا والذين تحدث الله جل وعلا عنهم فقال من أهل الكتاب أمة قائمة، أي مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يبقى هؤلاء وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن الكفار، إن الذين كفروا أي من أهل الكتاب لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. يبقى بعد أن قسم الله جل وعلا أهل الكتاب إلى قسمين، قسم مؤمن وقسم كافر، وذكر الله جل وعلا أن المؤمنين منهم إن فعلوا من خير فلن يكفروه فلن يشحدوه وإنما سيوفوا هذا الأمر، يأتي الحديث هنا عن الذين كفروا منهم، فيقول ربنا جل وعلا إن الذين كفروا أي محمد صلى الله عليه وسلم، بدين محمد صلى الله عليه وسلم، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طيب، لماذا ذكر الله جل وعلا الأموال والأولاد؟ لأن كما قال ربنا جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. طبعا قلنا بأن البنات موجودة في قوله تعالى والباقيات الصالحات. يبقى الأولاد ذكور ولا إناث هنا؟ الاثنين. كلمة ولد تشمل الذكر وتشمل الأنثى، والبنين تخص الذكور، والإناث أو البنات تشمل الإناث. إن الذين كفروا أن تغني عنهم أموالهم. الإنسان في أي قضية، في أي معضلة من المعضلات، بيفتني بواحد من الاثنين، إما ما يملكه في يده وإما ما يحويه من أولاد. فما كان في يده هو المال، يبقى لا فداء بالمال، لا فداء بالمال، ما فيش فدية من المال خلاص. إن الذين كفروا بالإنسان رقم واحد هو بيفتني نفسه بماله، يفتني نفسه بماله. طيب إذا عجز عن ذلك الإنسان، عجز عن هذا الأمر، يبقى برضو موجود أولاد. فربنا يقول إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. يعني أي معذرة يوم القيامة من الكفار لن تقبل، كما قال ربنا جل وعلا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى كل ما كان معهم في الدنيا لن ينفعهم عند الله جل وعلا يوم القيامة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يبقى لا الأموال هتنفع ولا الأولاد هتنفع إذا لم يكن هناك
إيمان. يبقى الإيمان هو الأصل، الإيمان هو الأصل. الأولاد بقى والأموال، إذا وجد الإيمان أولاً الأموال تنفع، وإذا وجد الإيمان أولاً يبقى الأولاد تنفع. لكن الكافر الذي لم يؤمن بالله جل وعلا ربا، ولا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولا بالإسلام دينا بعد أن جاء محمد عليه الصلاة والسلام، نقول له أنه مهما أنفق المال لن يقبل منه، مهما كان عنده من أولاد وفعل أولاده من الخير، هذا أيضا لن يكون في ميزان حسناته. يعني على سبيل المثال عكرمة ابن أبي جهل متى أبوه كافرا، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أبو عبد الله بن أبي رأس المنافقين مات كافرا، مشكلة ليه؟ طيب هل أولاد أبو جهل يعني سيبنوا عنه يوم القيامة؟ لو دعوا له هل سيقبل هذا الدعاء؟ يبقى خلاص. ليه؟ لإني الكفر هو الأساس عند هؤلاء، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. طيب أمال الكلام ده بقى، المال اللي عندهم أموال ده متاع الدنيا، لا يغرنك تقلب للذين كفروا في البلاد ها متاع قليل ثم مأواهم جهنم. يبقى إن الذين كفروا أي بآيات الله كذبوا برسله، كذبوا يعني بكتبه، لم ينتفعوا بوحيه، هؤلاء الله جل وعلا قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، وأولئك هم وقود النار. الوقود اللي هو الحطب، الحطب. وأولئك إيه؟ وأولئك هذا آية تانية، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآية الثانية لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، وأولئك هم وقود النار. من الوقود النار؟ الأموال ولا الأولاد؟ لا لا، الأساس الناس نفسهم، لأن ممكن يكون الأولاد مؤمنين. وأولئك هم وقود النار، تعود على من؟ تعود على الكفار أنفسهم. مستحيل أن يعني الله جل وعلا بالإطلاق أولاد الكفار يكونوا وقود النار، لا. وإنما في هذه الآية أي هم وقود النار، أي الكفار حطب النار. طيب بعد كده ربنا يقول مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح. نعم، ما هذه الريح بقى؟ فيها سر. السر هو البرد، زي ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة فصلت، تحدث ايه في سورة فصلت عندما قال ربنا جل وعلا وأما ثمود فاستحبوا العمى على هدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهود بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. قبلها وأما عاد فاستكبروا وبعدين أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يشهدون. ما الآية فين اللي فيها ريح صرصر؟ قال الصرصر العادية دي بقى ده ريح شديدة، في ريح وفيها برد وشديد، ريح فيها برد فيها شد. طيب خلوكم التصور أو الصورة التمثيلية التي يضعها الله جل وعلا في هذه الآية هي صورة مركبة. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثل ما ينفقون، الواو هنا اللي هو الجماعة في قوله تعالى ينفقون تعود على من؟ على الكفار، لو إن الذين كفروا تغني عنهم أموالهم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يبقى احنا عندنا كافر أنفق في هذه الحياة الدنيا. طيب ده زي مين بالضبط؟ كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. يبقى في ناس عندهم أرض، عندهم حرث، هذا الحرث جاءته ريح، هذه الريح صرصر شديدة الباردة عملت ايه في الحرث في الزرع؟ أهلكت. ماذا جنى من زرعهم؟ لا شيء. الكافر ماذا جنى من ماله؟ لا شيء. إن الذين كفروا، التصور بالضبط كده، عندنا ناس زرعوا، جاءت الريح، هذه الريح عاتية شديدة. وخلي بالكم الريح العاتية الشديدة تفعل ما تفعله النار، تحرق. الريح بتعمل ايه؟ بتحرق. ولذلك الإمام الزمخشري رحمة الله عليه كان راح يحج، فأصابه في الطريق برد فقطع قدمه، قطع ساقه. جمع الناس من حوله وقال اشهدوا أن قدمي لم تقطع في ريبة، لأن حتى لو يقول الناس أن قدمه قطعت لأنه سرق أو فعل أو كان، لا، بيقولون أهو أنا رايح معاك أهو وقطعت ساقي في ماذا؟
في سبيل الله جل وعلا. ولذلك القرآن لما يتحدث عن أهل الجنة بيقول لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الشمس اللي هي الحر الشديد اللي هو يطعم الإنسان ويحرقه، وبرضه الحر البرد الشديد اللي هو نفس الوضع. تعرفين واحد اسمه الشيخ أحمد القطان؟ الشيخ أحمد القطان رحمة الله عليه بيذكر شيء عجيب جدا حدث له وحدث لأمه. بيقول إن كانت أمه ست كبيرة في السن وأصابها الله جل وعلا بمرض السكر، فكانت قاعدة يعني وضع تحت قدمها نار تتدفأ بها، فبيقول فلم تشعر. انتم عارفين ان مريض السكر لا يشعر احيانا. بيقول فاكلت النار قدمها اصبعها. بيقول فدخلت عليها فوجدتها بهذه الصوره. بيقول فمسحت ذلك، بيقول واخذت اصبعها يعني وضعته في فمي حتى ابردها. وده طبيعي الانسان يفعل هذا مع امي، انه امه عملت اكثر من هذا. بيقول فسبحان الله مرت الايام وخرجت مع احد اولادي في رحلة صيد في قارب. بقول فخرجنا وسبحان الله انقطع بنا القارب وكنا في وقت من شديد البرودة. قال فسبحان الله تجمد الماء من تحت قدمي. يقول سبحان الله فأصبحت أشعر بقدمي تماما وكادت قدمي أن تقطع. بقول ابني سبحان الله أخذ قدمي وأخذ يمصها. قلت سبحان الله هذه بدين. فشوفوا يعني ما فعله مع أمه رده الله جل وعلا مع من؟ مع ولده. فشاهد في هذا أن الإنسان يجني ما فعله. أني كنت أتكلم على موضوع أن البرد الشديد يحرق، وهذا موجود. الناس اللي تمارس الزراعة تعرف هذا جيدا، أن أحيانا لما تيجي يأتي برد شديد يصبح الناس يجدون أوراق الشجر كأنها فعلا كأنها كانت فيه نار موجودة. حد منكم كان عندهم أرض أو حامل؟ البرد جامد بيحرق الزرع. يعني احنا مثلا كنا بنزرع زمان بتنجان عندنا، فكان بيساعد من البرد شديد تطلع تلاقي الورق كله بتنشف كما لو كان، والعياذ بالله. فهذه الأبليح الشديدة التي حدث معها البرد والبرد شديد فأصبح بهذه الصورة. لكن الآية هنا فيها لفتة عجيبة جدا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل الريح. احنا القرآن بيتكلم عادة الريح عذاب ولا خير؟ الريح عادة لا تأتي إلا بالشر، والرياح لا تأتي في الغالب يعذب الله جل وعلا عنها بالخير. فالرياح إذا جاءت الرياح يبقى فيها خير. لكن تقومات سيدنا مين اللي كان ربنا خلوا الريح؟ سيدنا سليمان، مش كده؟ لما ربنا كان مع سيدنا سليمان قال إيه؟ الريح، ما قالش الرياح. من باب اولى، لان هي قوه سلطان. لا لا لا, لا, لا. ولم يذكر الله جل وعلا ما في هذه الريح من خير او شر فجاءت على اصلها. ولسليمان الريح عملها ورواحها. طيب بتعمل ايه؟ الامر مضمر، النتيجه مضمره. الريح ديت اللي هي معاها هيروح هيعمل تجري بأمره رخاء حصصاب. لكن دي الوحيدة التي يحدث فيها اشتباه. قالوا أن سيدنا سليمان الأصل فيه القوة، الموهبة في القوة، فتغلب الريح على الرياح. ولأن فيها حالة من حالات الغموض فعبر الله جل وعلا عنها بالريح وليس بالرياح. طيب هنا لماذا قال الله جل وعلا؟ مش ممكن كان سياق الآية يكون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم فأهلكت. ايه فايده الظلم وانفسهم في النص؟ اصابت مش بس ياك ماشي كده، اصابت حرث قوم ها ظلموا انفسهم. ليه ظلموا انفسهم؟ قال حتى لا تاخذ الناس الشفقه. فربنا بيقول لهم خلي بالكم اهو ظلموا انفسهم فاهلكت. خلاص يبقى كده السبب ذكر الله جل وعلا السبب حتى لا تاخذ الناس الشفقه. احيانا لما يكون عندك ولد من اولاد اخطا وحاجه وانت بتعاقبه، من الحكمة ان انت تذكر العلة ايه والسبب ايه، لان ظهور السبب او بيان السبب لا يجعل احد يظهر الشفقة عليه. لكن احيانا اذا لم يعلم السبب يبقى الشفقة تيجي، يبقى الانسان ايضا يكون فيه بينه وبين الانسان خصومة، فانت تظهر السبب في ذلك فيظهر التعجب من ذلك الامر. يبقى ذكر الله جل وعلا بما في قوله تعالى ظلموا انفسهم فاهلكت. يبقى السبب هنا كان ايه؟ ها؟ ظلموا هو حتى لا تاخذ الناس الشفقه. طيب هنا وما ظلمهم الله ولكن
أنفسهم يظلمون. خلينا نقول هنا أيضا مثل ما ينفقونها في هذه العهد الدنيا اللي هم الكفار، لما انتفى الإيمان يبقى النتيجة صفر، يبقى المحصلة صفر، يبقى ما فيش أي حاجة خالص، تمام كده؟ طيب في المقابل بقى الإنسان الذي أصابت الريح أرضه وأصابت حرثه فأهلكته هو لن يجني شيء. معنا هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة لا ولكن أنفسهم يظلمون. القرآن فيه ولكن أنفسهم يظلمون، وفيه ولكن كانوا. لماذا؟ ودي الوحيدة بالمناسبة، دي الوحيدة في القرآن الكريم كله ولكن أنفسهم يظلمون بتاعت آل عمران. يبقى ناخد بالنا كده، احنا بنحفظ ولكن أنفسهم يظلمون، دي الوحيدة في آل عمران. ما تبقى بعد ذلك حوالي 7 تقريبا 6 أو 7 مرات فيها يقول ربنا جل وعلا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كانوا تدل على ماذا؟ تدل على الماضي. وإذا كانت تدل على الماضي فيأتي بكان. ولكن هنا هل هنا يتحدث عن أناس فيما مضى ولكن الناس موجودين الآن؟ لسه ده هو بيخاطب الحال. أنا عايز أجيب لكم الآيات التي فيها يقول ربنا جل وعلا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دي موجودة في عدد من الآيات في القرآن الكريم، ومنها على سبيل المثال في سورة البقرة وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في الأعراف وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في سورة التوبة ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في سورة النحل 2 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. برضو في سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في سورة العنكبوت قال ربنا جل وعلا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الأخيرة في سورة الروم وفي قوله تعالى وعمروها أكثر مما عمروها وجاءت رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عندنا كام؟ 7 كان. الوحيدة اللي ما فيهاش كان اللي هي آل عمران. لماذا في آل عمران؟ لأن هي الوحيدة التي تتحدث عن الحال التي تتحدث. ومثل الذين ينفقون إن الذين كفروا تغني عنهم أموالهم بالموجودين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث تحدث عنهم برضو مثلا ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا الكفار، يعني بيتكلم عن مجموعة موجودة من المؤمنين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، وبيتكلم عن الكافرين. فهؤلاء موجودين في الحال، فلما كانوا في الحال لا يصح أن يقول ولكن كانوا. خلاص يبقى اتفقنا الوحيدة هي بتاعت آل عمران. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يا أيها الذين آمنوا، الحديث عن الموجه لأهل الإيمان لا تتخذوا بطانة من دونكم. إيه البطانة دي؟ البطانة اللي هي يعني لا تتخذوا هي لا البطانة من البطن، والبطن الأصل فيه الخفاء، والأصل في قضية البطانة اللي هي أناس تخصونهم بأسراركم لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة هي خاصة الرجل، ولذلك في الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما بعث الله جل وعلا من نبي إلا وجعل له بطانة خير أو بطانة سوء. يبقى في ناس كده بتبقى فالنبي يتخذ بطانة الخير ويبتعد عن بطانة السوء. يبقى بطانة الرجل هي خاصته، بطانة الرجل هو خاصته، يعني نوع من أنواع الصداقة. ولذلك الآية بتقول إيه بعدها؟ لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يبقى البطانة الخاصة التي تعطونها أسراركم لا تجوز أن تكون من غيركم، لأن الأصل في الغير أنه
عدو من دونكم يعني من عدوكم لا يألونكم خبالا. الخبال اللي هو الفساد. لا يألونكم يعني لا يقصرون. يبقى أنت عندك عدو وهذا العدو يتربص به. هل من الحكمة أو من العقل أن تجعل من هؤلاء يعني تبقى في بطانة موجودة؟ ليس من العقل ولا من الحكمة. وما البطانة بتاعتك زي ما قلنا البطانة من البطن، والبطن أقرب ما يكون إلى الإنسان. يبقى الأسرار تكون مع من؟ مع الصديق أم مع العدو؟ يبقى خلاص من دونكم أي من غيركم. لا يألونكم خبالا لن يقصروا في الخبال. الخبال والفساد. وده يقول لك فلان ده مخبول يعني في عقله فساد. ودوا ما عنتم. يبقى ود كلمة ما عنتم ما هنا بيسموها ما المصدرية وإن المصدرية يعني وما والفعل تأتي بمعنى تأتي بالمصدر بمعنى المصدر يعني إيه؟ قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم يعني إيه؟ صيامكم. يبقى ودوا ما عنتم يعني العنت يعني هم يتمنون العنت. ودوا ما عنتم العنت اللي هو المشقة العنت اللي هو التعب العنت اللي هو الجهد. ودوا ما عنتم يعني هؤلاء يتمنون العنت لكم المشقة لكم. وضحت الآن؟ يبقى ودوا ما عنتم يمكن كنا لما البعض يقرأ يقول لك يعني ودوا ما عنتم ها وضحت دلوقتي؟ يبقى ودوا عنتكم مشقتكم يعني يتمنوا المشقة. فهل يجوز للإنسان أن يعطي سره لعدو يتمنى له مشقة؟ يبقى أيوة إياه. وطبعا العقل يقول هذا الكلام ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء ها منين؟ هي البغضاء تظهر من الأفواه ولا تظهر من الألسن؟ الأصل إيه اللي بيتكلم؟ صحيح اللسان في داخل الفم بس هل الكلام بياخد من الفم لكن الأصل فيه اللسان. ولذلك قال ربنا جل وعلا ومن آياته الكروم ومن آياته اختلاف ألسنتكم مش أفواهكم. وماذا عبر هنا عن الكلام بالأفواه؟ قال إني كأنهم عندهم حالة من حالات يعني يلوكون الكلام بأفواههم يعني في حالة من حالات تكرار الكلام بيتقال مرة واثنين وثلاثة وأربعة لأنهم لا يكتمون سرا فليس بمجرد اللسان وفقط وإنما يملأ كل شيء من حولهم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء أي الشحناء أي الكره من أفواههم. طب وبعدين وما تخفي صدورهم أكبر. ده فيه مصيبة تانية في إشكالية تانية فيما هو أكبر من ذلك. حتى ولا تعرف أنهم في لحن القلب. يبقى هو الذي يظهر على الألسنة يعني داء البصير يعني ولذلك العدو هو قد يظهر البعض لكنه يخفي ما هو أكبر من ذلك. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم إيه؟ إن كنتم تعقلون. هي إن كنتم تعقلون ولا لعلكم تعقلون؟ نعم. وإيه الفرق؟ إن كنتم تعقلون هم أردني ماضي أو حيث فيها شيء طلعوا اللي أصلاحهم هي إن ولا عدا طب خلينا نقول بمعنى آخر إن هين فيهم اللي فيها نوع من أنواع الذنب كنتم تعقلون ولا لعلكم تعقلون؟ إن كنتم فيها ذنب لكن لعلكم زي دي كده قلنا كلمة لعلكم تعقلون في القرآن لعلكم تعقلون في القرآن كانت 7 مرات وإن كنتم تعقلون في القرآن كانت مرتين دي المرة الأولى والمرة الثانية سورة الشعراء في قول الله تعالى لما سيدنا موسى بيكلم فرعون قال له إيه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى في آل عمران والمرة الثانية في سورة الشعراء في سورة الشعراء. وإن كنتم تعقلون لا تأتي إلا في باب الذنب. إن كنتم تعقلون تأتي في باب الذنب. واضح معنا قوله جل وعلا قد بينا لكم الآيات إن كنتم ده فيها لوم وفيها دم وفيها تقريع زي بتاع فرعون بالضبط. لكن لما تيجي ندور على الآيات التانية فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم مدح دي فيها دم؟ لا يبقى ربنا لعلكم ولعل إذا كانت من الله جل وعلا يبقى لعلكم تفلحون يبقى فعلا سيأتي الفلاح. فكما في قول الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنعام
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. في اول سوره يوسف انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون، برضو لعلكم تعقلون. في سورة النور يقول ربنا جل وعلا تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات إن كنتم ولعلكم لعلكم تعقلون. في سورة الزخرف أولى برضو إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. في سورة الحديد يقول ربنا جل وعلا اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يبقى لعلكم تعقلون موضوعين، واحد بتاع آل عمران والموضوع الثاني إن كنتم تعقلون. عن موضوعين، في موضوعين، الموضع الأول في سورة آل عمران والموضع الثاني في سورة الشعراء في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون عليه لعنة الله تطرى. وهي إذا جاءت فإنما تأتي في موضع الذم واللوم والتقريع، وده ربنا يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وبعدين ربنا يقول وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يبقى ده في تقريع وفي لوم لمن اتخذوا إيه؟ بطانة من دونكم، قلنا من دونكم يعني إيه؟ من عدوكم. بطانة قلنا بطانة يعني إيه؟ لا ما هو خفاء يعني خاصة الرجل، مجموعة كده خاصة تخدون لها بأسراركم. ها أنتم أولئي، أشوف اللوم والتقريع، ها أنتم أولئي تحبونهم، ها أنتم أولئي اختار لمن؟ بكثير في العموم هو أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا بيقول أنتم أيها المؤمنون تحبونهم، قيل بأنه تحبونهم تعودوا على المنافقين بما يظهرون لكم الإيمان فأنتم تحبونهم. وإذا كان الأمر كذلك فلا لوم فيه بالمناسبة، لكن إن الأصل في هذه الآيات ها أنتم أولئي تحبونهم، إنما هو لغير ليس المنافقين وإنما لأهل الكتاب، تحبونهم ولا يحبونكم. ودليل ذلك في قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله. يعني إيه الكتاب كله؟ لا، وتؤمنون بالكتاب كله أي تؤمنون بكل الكتب التي نزلت على أنبياء الله جل وعلا. فأنتم تؤمنون بما نزل على محمد، وتؤمنون بما نزل على موسى، وتؤمنون بما نزل على عيسى. شرط الإيمان بما كان قبل التحريف أو التبديل، أما ما كان من تحريف أو تبديل أو تغيير فنحن لا نؤمن بذلك. فتؤمنون بما عندهم وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم، وده معناه أنهم لا يؤمنون بالكتاب كله. ولذلك قال ربنا جل وعلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الكتاب هنا اللي هو إيه؟ اللي هو أيضا كل المقصود به مجموع الكتب. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ده يرجع تاني برضه يقول لعل الكلام هنا عن المنافقين، لأن الذين كانوا يقولون بأنهم مؤمنون هم المنافقون. لكن هل هناك من مانع أن يكون المنافقين أصلا من أهل الكتاب؟ ما كان في منافقين من أهل الكتاب، مش هم قالوا كده في سورة البقرة قالوا إيه؟ نفس الايه واكفروا اخره لعلهم يرجعون. ده في الايه المنتهيه امنوا بالذي انزل على محمد. لا في البقره واكفروا اخره. يبقى الايمان اول النهار مؤمنين واخر النهار كفار. اوله فين؟ لما يكونوا مع الصحابه. واخره فين؟ لما روحوا في البيوت عند اصحابهم وعند اهليهم. فهم في اول النهار مؤمنون وفي اخر النهار كفار. واذا لقوكم اي في لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. كلمة عضوا عليكم الأنامل وضحتها ما جاء بعدها وهي من الغيظ. الإنسان كما يبقى قاعد في ضيق من شيء معين بيبقى بيعمل إيه؟ قاعد عمال بياكل وقد يأكل أظافره، وإن يعني زاد غيظه فقد يأكل في أنامله. بيشوف الحاجات دي حتى في صغر الأولاد الصغيرين وحتى عند بعض الناس الكبار. فلساعة ما يبقى فيه مشكلة قاعد عمال ضافوا دي بسم الله ما شاء الله ولا يحتاج إلى قص خاص، ودي عادة من العادات المذمومة عند البعض. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى طبعا عليم بذات الصدور أن يعلم ما تنطوي عليه ضمائر الخلق. عارف ربنا كل شيء موجود. بس هو المقصود هنا والله إن الله عليم بذات الصدور يعني يعلم ما تكنه الصدور من غل من حقد من حسد من بغضاء من هؤلاء القوم إلى المسلمين. يبقى هنا المقصود إن الله عليم بذات الصدور،
عند السور اللي هي فيها ايه؟ الغل والغيظ، مش كده؟ كنتم بغيظكم، الله جل وعلا يعلم ذلك. ثم يقول ربنا جل وعلا بعد ذلك: ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. خلي بالكم في فرق بين مس واصاب. ان تمسسكم حسنة ده معناه ايه؟ فلان مسته حسنة وفلان اصابته حسنة. أصابت أقوى. أصابت أقوى، لكن مس. مس ده أصلاً تعبير على إني مجرد أي حسنة بسيطة تصيب أجل الإيمان تسيء هؤلاء القوم. أي حسنة على بساطتها، على صغرها، إذا نزلت بهؤلاء الناس بأهل الإيمان أحزنت هؤلاء الناس. الحسنة دي ممكن تكون إيه؟ الحسنة دي ممكن تكون نعمة في المال، ممكن تكون نعمة في الولد، الحسنة دي ممكن تكون نصر، الحسنة دي ممكن تكون زرع، أي أنت تسكن حسنة، أي حسنة يا رب حجمها قد إيه؟ كتير. يبقى إن أنت تسكن حسنة، يبقى عبر الله جل وعلا بالمس في الحسنة كناية عن إيه؟ عن صغرها. وده بالمناسبة المنافقين والعياذ بالله لا يحبون خير الناس، أدنى خير، أدنى خير. لكن حتى هيقول لك كده مش عارف الكحكه في دي فايه ايه عجب ما هي مجرد كحكه. طب الناس عندهم يعني بسم الله ما شاء الله. لكن هذا عبر الله جل وعلا في هذا عن المنافقين فقال: ان تمسسكم حسنه اي اهل الايمان تسؤهم وان تصبكم سيئه يفرحوا به. يبقى الله بيفرحوا انت بقى بالمصيبه، بس المصيبه مين؟ الكبيره. الكبير بقى كان المصيبه الصغيره ما بتبقاش بيفرحوش بيه. ليه؟ لانهم عايزين حاجه، عايزين أكبر وأكبر وأكبر وأكبر. فعبر بالإصابة في المصيبة لأنهم يتمنون كبرها وعظمها، وعبر بالحسنة بالمس لأنهم لا يريدون أي خير حتى وإن كان قليلا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يبقى الضرر هنا منفي بأمرين: واحد الصبر، اثنين التقوى. فالإنسان إذا صبر خلاص الحمد لله على كل حال، واتقى رجع إلى ربه جل وعلا. والصبر، الصبر متضمن في التقوى. لكن لماذا ذكر الله جل وعلا الصبر؟ ما هم أما نقول متقين صابرين ولا مش صابرين؟ لماذا ذكر الله جل وعلا الصبر وقدم الصبر؟ يعني خلي بالكم، يعني أول سورة البقرة هدى للمتقين، ما قالش بقى الصابرين، ما قالش المحتسبين، ما قالش المصلين، ما قالش اي حاجه من دول. بدا يفصل بعدين، لكن جمع كل الصفات في ايه؟ في التقوى، مش كده؟ في التقوى. لماذا هنا ذكر الصبر؟ قالوا لان هنا في اصابه، مش هنا مش في بلاء واقع. ايه العباده المطلوبه عند وقوع البلاء؟ الصبر خلاص. وبعدين في عداوه قائمه وفي عدو متربص، فذكر الله جل وعلا الصبر لانه عباده الوقت في ذلك، في هذه الحوادث. الصبر هو الاساس. وان تصبروا، والصبر مقدمه التقوى. فذكر الله جل وعلا الصبر لانه هو المطلوب هنا، ده الواقع هنا. طيب ان الله، يبقى الصبر والتقوى اذا وجد لن يضر هؤلاء كيد هؤلاء الظالمة ولا هؤلاء المنافقين. إن الله بما يعملون محيط، يعني إن الله مطلع بما يفعل هؤلاء. فمن صبر واتقى حتى وإن وقع به البلاء يبقى الله جل وعلا يصبره. ولذلك أنتم تلاحظوا أحيانا الإنسان، بعض الناس في الصبر والبلاء وفي حمد وشكر، في ناس ربنا يوسع عليها وهي ما يعني كآبة المنظر لا تفارقها أبدا، كآبة المنظر لا تفارقها أبدا. ودي اشكالي ليه؟ لان مفيش نوع من انواع التوكل على الله جل وعلا واليقين. وان تصبروا وتتقوا، تقوى هنا تتطلب الاعتماد على الله جل وعلا، التفويض لله سبحانه وتعالى، التسليم لامر الله جل وعلا. وان تصبروا على هذا وتتقوا وتفوضوا امركم، ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. من اول 121 ما يبدا الحديث عن ايه؟ عن غزوة أحد. وإذ غدرت من أهلك، أحد ولا بدر ولا الخندق؟ على فكرة العلماء قالوا ثلاث أقوال في هذه: وإذ غدرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. قالوا بعضهم البدر، وبعضهم قال أحد، وبعضهم قال الخندق. لكن القول الصحيح الذي يتماشى مع السياق أنها غزوة بدر. لا،
ولقد نصركم الله ببدر. ده دي اشاره، ولقد نصركم اشاره، دي اشاره. اذهب الطائفتان منكم ان تفشل والله وليهما. رجوع عبد الله بن اذهب الطائفتان، عبد الله بن ابي سلول كان رجع خلاص، دول دول قبيلتين بنو الحارث وبنو سلم هم ان هم كمان يرجعوا زي ما رجع عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش. ولذلك جابر يقول نزلت فينا وما اود انها لم تنزل. ليه لا يود انها لم تنزل؟ ربنا يقول والله وليهما، يبقى هم فكروا وهم نعمل زي عبد الله بن ابي بن سلول، حديث نفس مع بعضهم لكنهم ثبتوا فثبتهم الله جل وعلا. هنتكلم عن دي بعدين. يبقى واذا غدوت من اهلك الغدو، الغدو اللي هو ايه؟ الخروج في الصباح. الغدو هو الخروج في الصباح. قلت لك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، يعني تروح يعني تخرج. لا ما فيش، ما ينفعش تروح، تاخد يعني تروح على كده ليه وتروح تاخد يعني تخرج في الصباح. الغدو الغدو والعشي مش كده؟ يبقى الغدو مبكرا. وان غدوت من اهلك يبقى تاخد خماصا يعني جائعه في حاله جوع شديده وتروح بطانه، ترجع بطانه بطنها مملوءه. طيب هنا النبي بيقول ربنا بيقول وان غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. لما النبي عليه الصلاه والسلام جلس مع الصحابه في غزوه بدر وفي غزوه احد ويستشيرهم، نطلع ولا ما نطلعش؟ نقاتلهم في مكه ولا في المدينه؟ قالوا لا خلاص احنا العدل الاغلبيه والاكثريه، وكان هذا هو راي الشباب ويخالف راي النبي وراي عبد الله بن ابي بن سلول. فالنبي عليه الصلاه والسلام نزل على رايه وقال له. دخل النبي عليه الصلاه والسلام داخل بيته عند عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالوا وكان ذلك غزوة أحد، قالوا لأنها كانت في يوم سبت في شهر شوال، قال بعضهم في يوم الحادي عشر، والصحيح أنها في منتصف شهر شوال. دخل النبي وخرج، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. بدأ النبي يقول هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا في سياق المعركة. جميلة كلمة مقاعد، كلمة مقاعد تدل عليه. ليه ما قالش تبوئ المؤمنين يعني مواقف للقتال، منازل القتال؟ دي نقطة مهمة، والذي دي جت أصلا في سبب الهزيمة هي ترك هذه المقاعد. ثبات في المكان. ومعنى كلمة مقاعد فلان قاعد، ده معناه إيه؟ مستقر. ثم أحيانا بتبقى حد منتظر حد كده ولا كلام يقول لك إيه؟ ده قاعد. ساعة نقول إيه؟ ده لمدته طويلة، مش كده ولا إيه؟ لكن طالما واقف يبقى في أمل، هنمشي يعني نتحرك هنعمل حاجة من هذا القبيل. يعني أحيانا لما حد يروح مع حد يزور حد بعدين يقول له ده احنا واحنا على الواقف ماشي على الواقف، لكن طالما بقى قاعد القعدة ما فيها شاي فيها قهوة فيها أكل فيها مش عارف إيه، فالليلة بتبقى بسم الله ما شاء الله الليلة طويلة. ربنا النبي ربنا لما بيقول تبوئ المؤمنين مقاعد يعني اوعوا المكان مكان، مفيش حركة. ولذلك المصيبة في غزوة أحد جت من ماذا؟ الرومان. تركوا ماذا؟ لم يقعدوا في مقاعدهم، لم يمكثوا في أماكنهم، فكان القتال. كلمة هنا مقاعد مهمة جدا أن نقف عندها. والله سميع عليم، سميع لما تقولون، عليم بما تفعلون. ثم بعد ذلك هم الطائفتان، نتكلم بعد كده إن شاء الله تعالى عن غزوة أحد، وتقريبا معانا من 121 لتقريبا حوالي 180 تقريبا. كل ده حديث عن غزوة أحد لحد قول الله جل وعلا تقريبا كده في صفحه 74 لقد سمع الله قول الذين قالوا. فدي الجاي ده كله واحنا كده واحنا مضمضين نعرف ان غزوه احد يبقى سوره ال عمران، غزوه بدر سوره الانفال، سوره الانفال، غزوه حنين سوره التوبه، الهجره في سوره برضه التوبه، تبوك في سوره التوبه، التوبه فتح مكة في سورة النصر، صلح الحديبية في سورة الفتح، فتح خيبر في سورة برضو الفتح، ومغانم كثيرة وعدكم الله وأخرى لم تقدروا عليها، هذا في سورة الفتح. ايه تاني من الصور؟ غزو بني النضير، حمراء الأسد، الحشر، غزو بني النضير في سورة الحشر، حمراء الأسد. البعض العلماء لا يعدونها غزوة منفصلة، هي جاءت اصلا في اعقاب غزوه احد، فبعضهم يعدها غزوه وبعضهم يجعلها دي من
توابع غزوة أحد، لكن على كل الذين قال الناس من الناس قد جمعوا لكم في غزوة أحد. غزوة بدر بالمناسبة ذكرت في سورة في سورتين الأنفال ولكنها في عفوا في آل عمران، لكنها إشارة سريعة وغزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، يعني أهم الأحداث إن شاء الله جل وعلا. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا. الله يبارك.